أنا أعتقد أن أي لقاء بين الحزبين الكرديين هو إيجابي، والتحالف الكردي الذي حافظ عليه المرحوم والد بافل السيد بافل طلباني المرحوم جلال طلباني، وأعطى المظلة لقيادة هذا التحالف الكردستاني للسيد مسعود برزان يجب أن يعود وهو الأصح. أما الخروج عن هذا التحالف والخروج عن التوافق الكردي هو خطر على الكرد أنفسهم، وخطر حتى على الاتحاد اليكتي. ولذلك أنا أعتقد هذا الاجتماع أنا أرحب به شخصيا كعراقي وكمحب وكصديق للشعب الكردي. أتمنى أن يخرج من هذا الاجتماع بتوافق لحل هذه الإشكالية. أنا أعتقد أن سيد برهم صالح أخذ قسطه، ويجب أن يتنحى عن السلطة الآن ويفسح المجال لغيره، خاصة وأنه نزل في عام 2018 على حزب خاص به اختفى في لحظة أخرى، وليس الحزب الاتحاد الكردستاني. ولذلك عليه أن يتنحى بعد أن اختفى حزبه، وأن يفسح المجال لدم جديد أن يشغل هذا المنصب. ولذلك نحن أيدنا تأييدا علنيا السيد هوشيار زيباري في ترشيحه لهذا المنصب.